السلام عليكم ورحمة الله، بنرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامج العقار خير قرار. خصصنا هذه الحلقة للحديث عن تملك الجزائريين للعقارات في تركيا. ملاحظ أن الإقبال الكبير للجزائريين على العقارات التركية واستفساراتهم المتزايدة حول تملكهم للعقارات في تركيا، فهل يحق للجزائري تملك جميع أنواع العقارات في تركيا؟ وما هي الموانع والضوابط التي يجب أن يوفرها الجزائري حتى يستطيع تملك العقارات؟ بمراجعة القانون التركي والتعديلات التي طرأت على قانون التملك للأجانب عام 2012، فإنه لا يوجد أي موانع حول تملك الجزائريين العقارات، حيث يسمح القانون التركي للجزائري أن يقوم بتملك جميع أنواع العقارات التركية، الشقق أو المحلات التجارية أو الفلل أو المكاتب، إضافة إلى إمكانية تملك الأراضي السكنية والأراضي الزراعية. ووفقا لبيانات دائرة الإحصاء التركية، فقد زاد عدد المتملكين الجزائريين في السنوات الأخيرة بشكل كبير، وزاد اهتمامهم بالعقارات التركية. بالنسبة للأمور المطلوب توفرها لدى الجزائريين أثناء تملك العقارات في تركيا، فهو جواز السفر، ثم نقوم باستخراج الرقم الضريبي من خلال دائرة الضريبة في أي محافظة تركية أو أي منطقة، وترجمة جواز السفر إلى اللغة التركية وتصديقها من خلال النوتري كاتب العدل في تركيا، أو من خلال السفارات التركية والقنصليات التركية في الخارج. وعند الرغبة بتوكيل شخص ثالث للقيام بإتمام معاملة التملك، فإن هذا متاح من خلال كاتب العدل أو من خلال السفارات التركية في الخارج. وفتح حساب بنكي يسهل عمليات التحويلات البنكية بين الجزائر والبنوك التركية، وتأمين صورتين شخصيتين لصاحب العلاقة، إضافة إلى دفع رسوم العقار، وتصبح جميع الأوراق جاهزة للتقديم لدائرة الطابو. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلقاكم في حلقات قادمة للحديث بمعلومات مفصلة عن مواضيع تهم جميع من يرغبون بالتملك والاستثمار العقاري في تركيا، حيث سنتحدث عن ضريبة الميراث، وسنتحدث عن الضرائب التي تلحق كل من يتملك في تركيا.